افريقيا يا زمالك، هي دي كانت هتافات كل جمهور الزمالك النهارده بعد الفوز على الجونه بنتيجه 2-1 على ارضيه استاد القاهره. يعني خلينا اكلمكم على كواليس لقاء الزمالك والجونه النهارده، واللي بيحضر فيه مستر فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، واللي هيتولى القياده الفنيه باذن الله لفريق الزمالك كده من اول مباراه الوداد. يعني النهارده كان متواجد في المدرجات جنب كده مستر كروش المدير الفني للمنتخب الوطني، كان متواجد برضو النهارده في المدرجات لمؤازره نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك، هو كابتن احمد حسام ميدو اللي كان متواجد في المدرجات من قبل بدايه المباراه، واللي قعد شوط كده وبدا يمشي يعني في اخر الشوط الاول. لكن خلينا اكلمكم على كواليس اللقاء النهارده اللي باين التركيز على الدكتين، دكه الزمالك على طول. كابتن اسامه نبيه بيتكلم باستمرار مع لعيبته وبيوجه لعيبته باستمرار. كابتن رضا شحاته المدير الفني لنادي الجونه واقف على طول قاعد يعني في الملعب كده بيوجه اللعيبه وبيتكلم مع اللعيبه بشكل مستمر وبيطالبهم بالضغط المستمر على لعيبه الزمالك. لكن كان في النهارده يعني تعجب قوي جدا من مسؤولي الزمالك اللي متواجدين في المدرجات اول لما تم الغاء هدف مبكر كده لنادي الزمالك في الجونه، واللي كان بداوا يحتفلوا لكن على طول بعد الرجوع للفار والغاء الهدف بدات يعني التعجب كده يظهر على كل مسؤولي الزمالك في المدرجات. لكن خليني اقول لكم الوضع بدا يتغير خالص بقى اول لما جه الجون الاول لنادي الزمالك، واللي بدا على طول تظهر الابتسامه القويه والدعم القوي جدا على كابتن احمد حسام ميدو اللي فضل واقف في المدرجات كده باين عليه هو وكل مسؤولي الزمالك الفرحه القويه جدا. بدا امام عاشور يحتفل بالهدف بتاعه مع عدد من لاعبي بدلاء الزمالك اللي بدا اتوجه لهم وروح ويحتفل معاهم بالهدف. السعاده باينه على كل جمهور الزمالك اللي بدا يدعم لاعبته وبدا يهتف لهم بشكل قوي بشكل مستمر. لكن خليني اقول لكم اللي طول اللقاء النهارده وطول الوقت النهارده على طول الحديث مستمر ويعني كلام مستمر على التكتيك وعلى اسلوب اللعب كده ما بين مستر كروش وما بين مستر فيريرا اثناء تواجدهم في المدرجات. الاثنين على طول قاعدين كده بيتكلموا مع بعض وبيتشاوروا مع بعض في اكتر من كوره اثناء تواجدهم في المدرجات. جمهور الزمالك ما بيبطلش هتافات وما بيبطلش دعم مستمر النهارده لكل لعيبته. لكن اول لما جه الجون الثاني للزمالك النهارده ابتسامه قويه باين على مستر فيريرا بقى اللي كان باين عليه الرضا كده بعد الجون الثاني على طول، اللي بدا على طول يبتسم كده اثناء وجوده في المدرجات، وبدا بعدها على طول يبدا يشرح لمستر كروش جنبه كده يعني طريقه لعب الكره ومدى اعجابه بالهدف الثاني. بدات السعاده تظهر على كل دكه الزمالك وجمهور الزمالك بقى اللي سعيد واللي بيحتفل بشكل قوي جدا. الغضب بدا يتجه بقى على دكه الجونه اللي بدات تعترض كتير، واللي بدا بقى يتوجه لهم كده الحكم الرابع ويطالبهم بالهدوء وعدم الاعتراض. لكن خلينا لكم الوضع الى حد ما بدا بقى يتغير اول لما تم احتساب ركله جزاء لنادي الجونه، واللي بدات على طول الصدمه القويه تظهر على مسؤولي الزمالك اللي متواجدين في المدرجات، وبداوا على طول يظهر عليهم كده يعني التعجب القوي جدا من احتساب ركله الجزاء. كان جمهور الزمالك ساعتها غضبان من احتساب ركله الجزاء وبدا يهاجم الكابتن ابراهيم نور الدين. لكن اول بقى لما جه الجون الاول للجونه يعني ارتياح باين على كل دكه الجونه، صدمه ظاهره على كل لعيبه وعلى كل دكه الزمالك. بعد ما انتهى الشوط الاول على طول في حاله هدوء كده كل جمهور الزمالك بدا يهتف لعيبته وبدا يسقف لعيبته وبدا يقول لهم الدوري يا زمالك اثناء خروج اللعيبه بقى كاسونجو اثناء خروجه كده بيدخل في وسط هزار ما بينه وما بين احد يعني مسؤولي دكه الجونه اثناء خروجهم. الشوط الثاني بقى كان هو شوط التفاعلات القويه جدا، القلق باين على كابتن اسامه نبيه اللي على طول واقف وعلى طول متوتر وعلى طول كده كان مستغرب في احدى الكور كده اللي بدا يراوغ فيها احد لاعبي الجونه اكتر من لاعب من لاعبي الزمالك، وبدا يعني يتريق على اسلوب المراوغه كده وهو ازاي عدى منهم. الكابتن على طول رضا شحاته واقف بينفعل بشكل قوي جدا على لعيبته وبيطالب اكتر من حد من اللعيبه اللي هم يزيدوا ويطلعوا قدام يكملوا معانا عشان يقدروا يضغطوا الزمالك. باين عليه الغضب وباين عليه الانفعال والقلق القوي جدا على طول المباراه. القلق ده برده باين على مسؤولي الزمالك اللي متواجدين في المدرجات وعلى جمهور بقى الزمالك اللي بينادي لعيبته من وقت للتاني وبيهتف لهم كده العب يا زمالك وبيبدا يطالبهم بالتركيز الاقوى. لكن خليني اقول لكم اللي حصلت شده النهارده كده ما بين ميلا مسؤول غرف الملابس لنادي الزمالك وما بين الحكم الرابع اللي كان رافض اللي ميلا يتوجه اثناء اصابه محمود علاء لانه كان واخد التيشيرت ورايح يديه يعني محمود علاء عشان يغيره عشان الدم اللي كان عليه. لكن على طول بدا يطالبه كده اللي هو يرجع ويكون متواجد على الدكه وما يتقدمش كده ناحيه يعني الرايه خالص. ده اللي كان يعني مضايق ميلا وده اللي بدا يخلي بقى يعني ميلا يتعجب كده ويقول له يعني ليه يا كابتن بتعمل كده. باين بقى الانفعال وباين الشد على جمهور الزمالك اللي كان قلقان جدا في اللحظات الاخيره واللي كان باين عليه التوتر القوي جدا في اللحظات الاخيره من الشوط الثاني. باين بقى على احد مشجعي الزمالك كده اللي بدا على طول يلف وشه بالعلم وبدا يقعد كده وبدا ينام في اخر 10 دقائق اثناء تواجده في المدرجات. جمهور الزمالك بيهتف باستمرار
لكل لعيبته وبيطالبهم كده بالضغط المستمر وبيطالبهم بالدعم المستمر. كان في تفاعلات قويه وكان في غضب كتير جدا من جمهور الزمالك النهارده واعتراضات كتيره من وقت للتاني من جمهور الزمالك، لكن خليني اقول لكم الايه حد ما بقى النتيجه ديت والاداء دوت كان واضح على مسؤولي الزمالك اللي متواجدين في المدرجات واللي كانوا قاعدين كده مش عاجبهم المباراه، واللي كان باين ان هم مش عاجبهم يعني اداء اللعيبه في الشوط الثاني، والاداء دوت كان واضح بقى على كابتن او مستر فيريرا اللي قاعد كده مستغرب جدا وقاعد كده باين عليه عدم الرضا في الشوط الثاني على عكس الشوط الاول خالص، كان باين الشوط الثاني اللي هو يعني مش عاجبه الاداء قد كده. طبعا اول لما انتهى اللقاء جمهور الزمالك بقى سقف للاعيبته بشكل كبير جدا وبدا يهتف للاعيبه وبدا يحييهم وبدا يعني يهتف لهم كده افريقيا يا زمالك وبدا يحييهم بشكل قوي جدا. كل اللعيبه بدات تسلم على بعض وبداوا يهنوا بعض بالانتصار. بدا على طول الكابتن ابراهيم نور الدين يدخل في وسط هزار كده وسط الضحك مع محمود علاء لاعب الزمالك اثناء دخولهم لغرف الملابس، كان باين الارتياح. كابتن رضا شحاته طبعا كان باين عليه الصدمه القويه جدا، بدا يروح يتوجه للدكه كده وكان باين عليه الحزن القوي جدا. طبعا هدوء بيظهر على كل لعيبه الجونه اثناء خروجهم وهتاف وسعاده بتظهر على كل لعيبه او كل جمهور الزمالك النهارده بعد الفوز على الجونه بنتيجه 2-1 على ارضيه استاد الكرم. مليون مبروك لكل جمهور الزمالك ولكل لعيبه الزمالك ومسؤولي الزمالك على الانتصار الغالي اللي بيحققوه على الجونه النهارده، وهارد لك لكل لعيبه الجونه ومسؤوليه. ايوه بس اللعبه غريب عليك انها